السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بأطيب متتبعين ومتتبعات قناة سحر طبيعة. عواشركم مباركة وتعيدوا وتعودوا إن شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي. أول حاجة اليوم عندي لكم واحد الطلب، بغيت اي واحد كيسمع كلامي سواء كتسمعني شي متتبعه اللي دكتوره او لا شي فرمليه او لا اي سيده عاشت التجربه اللي غنقولها لكم مع وليداتها وعندها شي فكره، الله يرحم لكم الوالدين، تقاسمها معايا وربي يجعلها ليها في الميزان المقبول. وهو ان المشكل ديال ولدي في الايام ديال الصيف، هكا في ايامات الصيف والحراره، هذا المشكل ما كيعانيش منه في البرد، غير في الصيف يديه ورجليه كيعرقوا عليه بزاف البنات، لدرجه ان يديه ملي كتفزق ملي كيكون الصهد الصهد ديال بصح كتبقى تقطر، عرفتي شنو كتقطر، دائما يديه ورجليه فازقه، الا لبس الصنداله في رجليه كتولي عليه فازقه، كتبقى تسلت له من رجليه بكثره ما انها كتفزق. لهذا انا ما خليت ما درت ليه، لهذا بغيت ان اي واحد كيسمع كلامي وعنده شي تجربه او لا عنده شي درايه بهذا الموضوع يتقاسم معايا تجربتها او لا دارت لولدها ولا بنتها شي حاجه او لا، المهم اللي لقى شي نتيجه على هذا المشكل هذا يتقاسموا معايا، الله يرحم ليه الوالدين وشكرا ليكم بزاف بزاف، بغيت ربي يجعلها ليكم في ميزان حسناتكم. فيديو اليوم ان شاء الله في حيه اللي بسيطه كيف ما عودتكم دائما وغادي تستافدوا منها اكيد، ما نطولش عليكم حبيباتي، يا ريت ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم ونمشيو نشوفوا هذه الحيه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه وكنشكركم مره اخرى على الطلب ديالي لهلي يخطيكم وشكرا لكم بزاف بزاف. بغيت نشارك معكم واحد الحاجه بسرعه، واحد الحاجه كنديرها انا، وشحال مره كنقول لكم الحاجه اللي كنكون كنديرها في المطبخ ديالي كنبغي نتقاسمها معكم بكل بساطه، وهو نهار اللي كنكون باغا ندور الحريره وكنديرها مثلا بالطحين، كناخذ القياس ديالي كنديرو هنايا، والغرض هو انني كنخلطو غير في القرعه، غير بقرعه بحال هكا كندير القياس ديالي ديال الماء وديال الطحين اللي كندير وكنخدها بحال هكا مزيان، لانني كنشوف انا بعض الاخوات كيجبدوا الخلاط ويديروا فيه الطحين ويخدموه ويطحن وعاد غسلين الخلاط عاد قوت المواعن والروينه، علاش غير قرعه بحال هكا؟ انا دائما ما كنجبد لا خلاط لا والو، كنديرها هنا وكنمخضها مزيان، واش نتفادى هذوك التكتلات اللي كيبقاو عادي كنقبض قرعه اخرى وكنقبض صفاي وتنصفيها هنايا، ها هو باش الا بقات شي حبيبات بحال هادو اللي كتشوفوا كيحصلوا هنايا في الصفاي وصافي، وها هو عندي الطحين مخلط ناضي بلا كثره المواعن بلا خلاط بلا حتى شي حاجه. هذه غير فكره بسيطه بغيت نتقاسمها معكم، وكنتمنى في التعاليق اللي كدير في حالي القرعه بحال هكا تخليها ليا في الكومونتير. حاجه اخرى البنات بغيت نتقاسمها معكم، وهو فيما يخص ملي كنشريو هاد الحكيكات الصغار ولا كبار ولا متوسطين ديال مطيشه، الفكره اللي بنتقاسم معكم هو انكم واخا ديروها في المجمد وقول 6 شهرين 3 شهور ما عمرها غادي تطرطق، لان كيخافوا بزاف ديال الاخوات كتقول لك غندير الزاج في المجمد غيتفرقع، نهائيا واش غادي تطرطق البنات عن تجربه. هنا بغيت نشارك معكم انا كناخذ منها بحال دابا هانتوما لاشاط ليا واحد شي شويه كنديرو في المجمد الاستعمال اخر، بحال دابا كندير فيها جوج مرات هاد القرعه الصغيره، ما كندير لا زيت لا حتى شي حاجه، غير هكا ملي كنسالي منها كنسدها مزيان وكنحطها في المجمد، نهار اللي كنبغيها هاي كنجبدها على اتساع وكنخليها ديكونجلا، ما ديرو لا زيت لا حتى شي حاجه. كذلك الا كانت عندكم كميه كثيره فرقوها في هاد القريعات هكا ديال هاد الزاج ديال هاد الصغار، وما ديروا ليهم لا اضافه لا حتى حاجه، غير ديروهم في المجمد، علاش قلت لكم ديروهم في الكميات الصغار في قريعات صغار باش ديروا استعمال واحد ولا جوج، ماشي تجبدوا كميه القرعه كبيره وتخليوها حتى كديكونجلا وتعاودوا تاخذوا منها وتعاودوا من يدوب تعاودوا ثاني ترجعوها للمجمد، لا فرقوها على قريعات صغار من هادو، انا كنحتفظ بهم ما كنلوحهمش وكنفرق بهم، الا جبت الحب كبير ديال المطيشه كنفرقوا في هاد الصغار، افضل من انني كنفرقوا كنخليه في الثلاجه لتحت وكتبقي حيره معاه، ديري الزيت عندك يصوف عندك يدير بهذه الطريقه كنت هنا من الصلصه ديال الطماطم. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تكون عجبتكم وتقاسمتها معكم، ومشيو ان شاء الله شوفوا الفكره المواليه. هنا كذلك حبيت نتقاسم معكم واحد المعلومه، وهو فيما يخص الثومه، الثومه الا عجزتوا البنات انكم تنقيوها تقبطوا الموس تبداو تنقيوها وبغيتوا تحكوها، سواء كنتوا باغيين غير تنصبوا بشي حاجه قليله اما في صيص ولا جوج او لا بغيتوا تحكوا كميه كثيره ديال الثومه وتحتفظوا بها، بدل ما انكم تعجزوا او لا بغيتوش تنقيوها راه غير حكوها في الحكاكه بالقشره ديالها
راه ما كدوسش القشره نهائيا، كتحكوها والقشره في الاخير كتبقى في يديكم. ها انتوما البنات شفتوا، ها هي شفتوا، ها هي القشره كتبقى في يدي، ها هي، وكدوز غير الثومه، كدوز الثومه بلا قشره بلا حتى شي حاجه. هكا غتنفعكم اذا كانت عندكم كميه كثيره، وحتى الا كان عندكم الفص كبير بحال هكا، يعني كركوبه كما كنقولوا راس ديال الثومه، بلا ما تبغيتوا انكم تحلوه، غير زولوا لي هاد البلاصه اللي كيكون فيها شويه الغبره، حيدوا له هاد الراس وغسلوها مزيان، حيدوا ليها هكا هاد الجلفه هذه اللي كتكون، وغتشدوا تحيدوها لها كامله وتغسلوها، وغتشدوا الحكاكه الكبيره وحكوها هكا مجموعه، يعني لا عجزتوا انكم تفصوها بفص بفص وتحكوه، راه نفس الطريقه كدوز غير الثومه، ومن هنا برا غادي يبقى لكم هاد القشور ديال الثومه كامل كما بقى معنا هذا في يديا. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تنفعكم وترقكم، ونمشيو ان شاء الله الفكره المواليه. هنا الفكره المواليه بغيت نتقاسمها معكم لانني سمعت بها، انا ما عمري جربتها بالشهاده لله، انا عمري ما جربتها غير سمعت بها وبغيت نتقاسمها معكم، وهو فيما يخص هذا الماء ديال الحمص اللي كنبيتوه مرقد. اولا بشرط باش نستعملوا هذا الماء هذا خاصنا قبل نغسلوا الحمص من التراب، من شي وحيدات اللي كانوا خايبين، دوك العويدات من داك الشيء، المهم نغسلوه مزيان ونديروه في الماء، نبيتوه هكا بحال غنديروا الحريره ولا شي حاجه بالحمص، بايت مرطب ليله بقبل. الغرض ديالنا هو هاد الماء هذا في الصباح، هتنوضي غتاخديه تصفيه من هاد الحمص وتحتفظي به كيخص. انا سمعت كنرجع فراخ انا رجعت وقلت لك غير سمعت بان هاد الماء هذا ديال الحمص زوين بالنسبه للوليدات اللي تيكون الوجه ديالهم صفر، كتشوفي الوليد ديما وجهه صفر بحال راه مريض، هو راه ما مريضش غير وجهه هكاك اللون ديالو صفر، كتشدي هاد الماء كتعطيه يغسل به وجهه هذا عدة مرات في النهار، وفين ما تفزقي الحمص احتفظي به هكا، وخا يبقى كاع في الباب ديال الثلاجة، ملي تبغي تغسلي الوجه الوليد خرجيه على تيسع باش ما يجيش بارد، وعطيه يبقى يغسل بهاد الماء ديال الحمص، راه ما كيبقاش الوجه صفر. وانا كنقول ما بين قوسين انا ما مجرباهاش غير سمعت بها، اللي سامعه بها حتى هي او اللي عندها شي فكرة تخليها لينا في التعليق، ومشكورة. وهكذا يكون الفيديو ديالنا سالا وصل النهايه ديالو، اللي كنتمنى يا ربي يعجبكم فيه افكار اللي بسيطه وفي متناول الجميع. قبلوا على هذا الفيديو وقبلوا عليا، وكنتمنى نذكر خوتي انهم ما ينساوش الطلب ديالي، الله يخلي لكم وليداتكم والامهات ديالكم واللي ماتوا الله يرحمهم يجدد عليهم الرحمات يسكنهم ربي في الفردوس الاعلى. شكرا لكم بزاف بزاف، حتى اللي ما عندهاش درايه كنتمنى انها ما تبخلش عليا غير بالدعيوه تقول لوليدي الله يشافيه يا ربي ويعافيه، وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم والهلا يعطيكم ويعطيهم ما يضرهم. كنتمنى ما تنسونيش من لايكاتكم. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع حيه اخرى ومع الف الف سلامه.